جدد حياتك وفكرة جديدة دمها خفيف. بتقولك انت عارف ايه الفرق بين رقم 7 ورقم 8؟ هتقولي الفرق بينهم ان 7 8 ناقص 7 يساوي 1. لا لا لا، انا مش بتكلم على الحساب، انا بقولك تيجي نبص لهم، يعني اقف من ناحية رقم 7 هتشوفه كام؟ 7. طب اقف من الناحية التانية هتشوفه كام؟ 8. ايه ده؟ مع انه هو نفس الرقم. بيقولك ان كان في اتنين اتخانقوا مع بعض، واقفين قدام بعض وقدامهم رقم 7 مكتوب قدامهم، فالاولاني قال ده 7، التاني قال له لا ده 8. الاولاني قال له والله العظيم ده رقم 7، التاني شايف من الناحية التانية قال له والله العظيم ده رقم 8. كان حلها ايه؟ كان حلها ان واحد ياخد التاني من ايده ويقول له ممكن تيجي تشوفه من ناحيتي؟ فلو راح شافه من ناحيته هيقول له اه ده من ناحيتي كانت 7 لكن من ناحيتك كانت 8. قصة بسيطة قوي عايزة تقول لك ايه؟ قبل ما تحكم على الناس بص لوجهة نظرهم، شوفها من عندهم. المعنى ده مهم قوي يا جماعة. اشطر واحد فينا عايز يكسب الناس اللي يشوف ايه المناطق المشتركة بينه وبين الناس اللي يتكلم معهم فيها. طول ما انت مصر على وجهة نظرك ومش عايز تشوفها من ناحية وجهة نظر التاني هتفضل انسان عادي. اللي بيكسبه في الدنيا دي اللي يعرف ازاي يفهم وجهة نظر التاني اقدر اتحالف معاه في اي حتة. مش لازم توافق على كل وجهة نظره، لكن على الاقل على الاقل تبقى عارف هو جاي منين فتعرف تتعامل معاه. هي 7 بقى ولا 8 هي حسب انت شايفها منين. من فضلك شوفها من الناحيتين عشان تكسب الناس. جدد حياتك وفكرك.